ولدك بوحده. هما الولد اش دار؟ اش دار قاع في ملك الله؟ اشنو دار قاع؟ شكون عارف على هاد البنت غير تجي وهذه تطيح عليه البطل؟ اش من بطل الله هذيك؟ هذيك راك دابا طيحت الشهر، شافت الولد بضعه بغا تطيح عليه البطل. الله اعلم. شافت الولد بضعه. مداوات الكارثة. أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، فاميليا كنعتذر انني شحال هذه ما حطيت حلقه ديال الترولات. الحلقه اللي دازت يعني ما وصلتش العدد اللي حنا كنا طالبنا به، داكشي علاش الناس اللي كيحبوا الترولات بغينا نوصلوا هذا الفيديو ل 20000 لايك و 20000 بارطاج. تقدروا عليها وثائق فيكم بالله تقدروا ديروها. المهم سير على الله. احسن جيمر على مر العصور قتل 11 مليار مات مره واحده من الديبار، واقيلا غادي يكون الفيديو غير ملائم للمعلنين. ياسي فاش تكون عندك 31 عام كيسولوك شنو رايك في التجنيد الاجباري، احسن حاجه داروها باش تخف كونيكسيو شويه. 10000 واحد هي اللي غتخفف الكونيكسيو من نيتك اولاد لعب. جوج سيدوزو امتحان، واحد سول صاحبو شنو هي النعاس بلونغري، قال لي سليب، قال لي صافي انا نكتب كيلوت باش ما يعرفوناش من ناقلين. وعاد السلام، انا اسماء 19 سنه، انا محمد حتى انا 19 سنه، معاك المقدم انا جاي نهز الدينم. ما تجاوبوش الدراري اسماء، ما تجاوبوش اسماء، واعر هاد الخطه. صيف فاش كتحط التالي والحشيش في جيب واحد وجوج في المية. واحد من اللي قال لي شنو سميت التليفون باغي نشريه، تانا مني تقاس شو بغي نعرف اسمي التليفون. بالنسبة للفتيات المجندات فإنهم سوف يجرون فحص طبي كامل يشمل غشاء البكارة وسيتم إبلاغ أهلها في حالة كانت يا لهو يا هي هي أصلا البنات راه أخسي يا أخسي يا أخي عارفين غادي يطيحوا شي أرواح. أناس فاش كتكون عند عمتك تيسولك باك فين كنتي؟ عند أختك. فاش كتنقول الاكسبرسيون اكريت من عند شي بنت في القاسم، نهار تصحح الفرد كتصيب راسك كاتب على اول مره جاتك العاده الشهريه. باش يكونوا عندكم الضياف وكتحزق في الطواليط الميكرو، وسبحان الله يا اخي ملي كتكون تما حاشاكم، ملي كتكون تما انا الصراحه، انا الصراحه كنطلق الروبيني ديال الماء باش ما تسمعش ديك الاصوات الغريبه، باش ما تسمعش حيت تكون تما شي اصوات غريبه، ولكن كيكونوا كيهضروا كتقول هانيه ما غيسمعوا حتى لعبه. لقيت اللي كتادي الواجب الوطني كلشي كيسقل، بحال ملي كتركب في الطوبيس، ملي كتركب في الطوبيس راه كلشي نايض البلباله، ان فوا يصوني عليك التليفون كتقول الو كلشي كيسقل، كلشي كيسقل. باش تعرفوا عندنا اخلاق احسن من الجابون، احترام، تسكت وتصمت. كيما في اطار الطواليط انس، فاش كيحل عليك شي واحد باب الطواليط اجي حداي. ودي قبلت بحاضيك اجي ريح. واش فراسكم باللي احسان حلقه باينه كي غادي نخرجوا الدراري صافي نخرجوا شويه من بيت الراحه، نخرجوا شويه، خرجوا شويه غادي نقلب عليك من بعد. انت بغيت نتاكد فاش كتموت في الجامعه وكتمشي للجنه وحتى كتشد السون مع حور العين حتى كيرجعك الطبيب بصدمات كهربائيه.
خايبه حق الله. اسف. عندما تكون جالس مع عائلتك ويبدأ الجميع بالتحدث عن كونك فاشل في الدراسة، فتقاطعهم أمك وتقول لهم بأنك ستنزح وستفشل لهم بعد ذلك. من اللي يتكلم عليك؟ غادي نديرو شي فيديو واقيلا في سلسلة نقاش مع جمال ألفا على ساعة المجرد، حيت هادشي راه ماشي نورمال. هادشي راه ماشي نورمال. حمزة فاش كتدخل جهنم كتبدا تقلب على عشيرك. تفايلو على راسكم اصاحبي. محمد فاش كتعطي صاحبك يشوفك نضاضر وكيشدو من الزاج. بغيت نفهم واحد الحاجة. جمال خويا لو كنت ضاغر زوين علاش فينا حنا ديك القاعده؟ نشوف شفتي نضاغر دايرهم انا في عيني، علاش انا غنحيدهم وغنعطيك انت؟ اش غتشوف غير كون جاوني واحد شاد القاعده؟ وفينا حنا المغاربه كاملين هاد القضيه هادي؟ ودا صرا نشوف زوين هنا زوين صبرني كتصدق انت عاطي نضاغر عاطي سنسله عاطي كاسكيطه هو مريح زعما مسوقش وانت كتصور على بوطو تلقى حوايجك حاطهم في الانستغرام وبي صافي حيت باقي ما حطيتي التصويره صافي ولا تسماو ديالو بحال انت غتولي بحال عام سلفهم من عندو. حسان فاش كيحسب لك باللي غادي غير مول وتصدق علاش غادي نرجعو عاوتاني البيت الراحه؟ سبحان الله حلقه كامله غادا هكا بالفعل هاد القضية كتوقع ما دخلتي زعما وكتصدق مريح كتلقى ما كاين ما يدار. علاش انا كنفضل انها تكون بلدية وما تكونش رومية؟ حيت لو كانت رومية تما سكنتي بالاخص اذا كانت الويفي. البلدية انا كندير واحد العبار كنبقى خدام تليفون مع انه ممنوع انك تدخل التليفون حيت التقط البكتيريا وديك البكتيريا كتبقى في التليفون كدوز من يدك وانت كتاكل كتولي في كوارث اخرى. المهم انا كنبقى خدام الوقيته اللي كنعرف راسي انني ساليت ماشي زعما راه ساليت لا رجلي كينملوا اي فوا كنحس برجلي بدات كتنمل نوض جامال سير بحالك. نتوما مالكم هاد النار الاخوان مع الطوارئ؟ شي راه ما عجبنيش. عبد الله واحد المره قال لي استاذ نوضي شرحي، انا سمعتها نوضي شطحي. قلت له لا ما نعرفش ونحشم. قال لي معليش نوضي وانا نساعدك. انا نوض ديريكت نشطح. اللي قراو معايا تخاشوا واقيلا من الجزائري تخاشوا والضحك. صاحبتي اللي تقعد حدايا طاحت من الكرسي والضحك. ضربت 15 يوم ما رحتش نقرا. قلت انت منيتك يعني زدت ما كنطي من بلاصتي. انا براسي نتكرشخ من الضحك. ايوا هادي مالك ايوا تقول الاسطوره شد على خوك الصغير شي مونتيف وتمتع بخدمات فندقيه 5 نجوم. كاينه رواية أترك قدمي للكاتب صوصو قريبا ستجدونها في جميع المحلات والمكاتب. رواية واعرة يعني كنصحكم أنكم تلشارجيوها بي دي اف راه كاينة في جوجل. قصة زعما أنا أثرت فيا قصة زوينة. أحسن الشباب يفكر في الهجرة لأنه لا يوجد مكان للعمل. يا سلام لم اكن اعلم كان حسابي حيت ما لقاوش فين اوي يا ويلي. عاجل تم اعتقال المغربي سعد المجرد قبل قليل بمدينة سان تروبي الفرنسية بتهمة اعتداء ومحاولة اغتصاب فتاة للمرة الثانية على التوالي. نفس التهمة ضحك عندك العفريت. غالبا غيكون تشد غا على قبل الاغتصاب ديالو للغة الفرنسية في ديك كازابلانكا. عبد المغيث طبيب متعدد الامراض. قال لهم شي بحالي يعني مامين كتجوش للدراري يديروا هادشي. فاش كدير كسيدا انت وبوك اللهم كذبوا بالله. المهم الناس اللي ما فهموش يحاولوا يركزوا مزيان في هاد الضربه راه كاين فيها جوج ضربات
يعني وليت كتفكر في نفس البلان اللي كتكون انت كتفرج يكون باك دايز تجي يطلع لك شي يلقى هاد البلان هاد الضربه تبقى يدير فيك واحد تشوفها ناقصه فهمتش نحس ولا ما شنو هو. المهم الاخوان كانت هذه نهايه الحلقه ديال الطرولات. كنعتذر للناس اللي ما قدروش يدوزوا ان شاء الله في الحلقات الماجيه. كذلك الناس اللي شاهدونا اول مره ما تنساوش ديروا اشتراك على القناه. الناس اللي كيبغيو الطرولات وصلوا الحلقه ل 20000 لايك و 20000 بارطاج عارفكم باللي تقدروا ديروها. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالنا. نتلاقاو في فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.